بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمه الله وبركته من الان والى الابد امين. ليعطي الرب الكلمه عند انفتاح الفم بارشاد الروح القدس لنسمع ماذا يريد ان يقوله لنا الروح القدس في هذا الصباح المبارك. يعطينا اذانا صاغيه وقلوب مفتوحه لسماع وقبول كلمته المقدسه حتى تأتي هذه الكلمة بثمر مقدس مبارك لمجد اسمه القدوس ونتمم قول الرب يسوع له المجد. طوبى للذين يسمعون كلام الله ويحفظونه أمين. في سلسلة لقاءاتنا أحبائي في هذا الشهر المبارك كما يقع اليوم الأحد الرابع من شهر توت، وطوال هذا الشهر كانت الكنيسة تحدثنا عن محبة الله الآب. قسم آباء الكنيسة بإرشاد الروح القدس قراءات الكنيسة على مدار الشهر الشهور القبطية أو السنة القبطية، إنه في الشهر الأول شهر توت تحدثنا عن محبة الله الآب، ومن شهر بابا إلى شهر هاتور إلى شهر كياك تحدثنا عن نعمة الابن الوحيد المخلص، وبعد كده تحدثنا عن شركة الروح القدس. فطوال هذا الشهر كانت الكنيسة تكلمنا عن محبة الله الآب وتسكير لهذه الشهور لهذه الأحاد. في الأحد الأول كانت الشهادة عن يوحنا المعمدان أعظم مواليد النساء والمختار من الله ليكون هو الملاك المرسل أمام رب المجد يسوع. والأحد الثاني كانت الوصية تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك وقريبك مثل نفسك. الأحد الثالث الأسبوع الماضي يحدثنا عن محبة الله الآب في لقائه مع زكا العشار، ويقول السيد المسيح له المجد: اليوم حصل خلاص لأهل هذا البيت. واليوم لقاء آخر في حب آخر للمرأة الخاطئة المحتقرة والمرزولة من جميع أهل المدينة، بل والمعروفة من بين أهل المدينة، لدرجة أن الشخص الذي استقبل أو عمل وليمة للسيد المسيح سمعان الفريسي أدان هذه المرأة في داخل نفسه وقال: لو كان هذا نبيا لعلم من هذه المرأة وما حالها، إنها خاطئة. فاليوم لقاء آخر يتجدد في محبة الله الآب ورجاء آخر مفتوح لكل نفس ما زالت تحت فكر الشيطان، وبالتالي عدم الرجاء أو اليأس. ولكن اليوم الله يجدد رجاءه في قلب كل إنسان مننا ويعطي رجاء لكل نفس، حتى وإن أخطأت لزمان، حتى وإن كانت معروفة في زمان، ولكن اليوم يقول لها: يا بنتي يا ابنتي، مغفورة لك خطاياك، اذهبي بسلام، إيمانك قد خلصك. ولعلنا في سلسلة التواصل، لم أريد أن أتجاهل هذا الحب الإلهي، ولكن فيما يكون هناك حب إلهي، فيما يكون هناك رد فعل عكسي تماما من البشر. وكنت بديت بنعمة الله وإرشاد الروح القدس سلسلة في فترة من الفترات، وما زالت هذه الفترة، لأنه هي في كل زمان هي طبيعة البشر للأسف الذين لا يضعوا مخافة الله في قلوبهم. سلسلة الإشاعات أو الشائعات اللي هي سبب انقسام وسبب خراب وسبب دمار وسبب تفتيت في الشعوب وسبب إسقاط كثيرين في الخطية. كنا بدأنا هذه السلسلة بنعمة الله، واللي يحب إن هو يرجع للعظتين اللي احنا بدأنا فيهم يرجع، يقدر يرجع للويب سايت بتاع الكنيسة. وقلنا: ما هي الإشاعة إلا إن هي ترديد كلام أو توصيل كلام
لربما فيه بعض الحقائق، لربما فيه بعض الحقائق، ولكن فيه كثير من عدم الحقائق. وبالتالي ما يريد الإنسان من نشر الإشاعة سوى بلبلة الأفكار وسوى إخلاق مشاكل أو خلق انقسامات، إما في وسط الأسرة، إما في وسط المجتمع، أو إما حتى في وسط الكنيسة. وقلنا هذه العادة أو هذه الخطية الحقيقة، وليست هي مجرد عادة، هي خطية، لأنها أم ولود لخطايا كثيرة. بدأناها بخطية الكذب، الإنسان الذي ينشر شائعات، أو الإنسان الذي يخترع الإشاعات، والإنسان الذي يساعد على توزيع ونشر الإشاعات يقع في أول خطية، وهي خطية الكذب. وأذكر بهذه الخطية أنه لا يصير ابن لله، ولكنه يصير ابن للشيطان. والكلام ده ليس حكم مني وليس إدانة مني، بل هو كلام الكتاب المقدس. قال السيد المسيح عن الشيطان أنه الكذاب وإيه؟ وأبو الكذاب. إذن الإنسان الذي يكذب هو أبوه الشيطان، لأن الله لا يكذب. ويقول كده الكتاب المقدس: إن كان الإنسان يكذب ولكن الله يظل صادقا أمينا في كل شيء. الخطية الثانية التي يقع فيها الإنسان الذي يروج وينشر الإشاعة هي خطية الإدانة، وتكلمنا عنها المرة السابقة، وقلنا أنها ببساطة ستقع يوقع الإنسان في إدانة لحياته، في إدانة في أبديته. من أنت أيها الإنسان يا من تدين غيرك؟ لأنك فيما أنت تدين الآخرين أنت تدان أيضا. ولعل الآية الصريحة قال عنها السيد المسيح: لا تدينوا لكي لا تدانوا. وأذكر أيضا للي بيتابعوا معانا من أول مرة، وقلنا إنه هذه الأمور محتاجة علاج، هذه الخطية محتاجة علاج. في نهاية هذه السلسلة هنقول إيه هو العلاج بتاع الإشاعات، ولكن مبدئيا أعطينا آية على كل إنسان، على كل إنسان يريد فعلا خلاص نفسه أن يسمع لهذه الآية التي قال عنها الكتاب المقدس أن الغبي يصدق كل كلمة، أن الغبي يصدق كل كلمة. وبالتالي يقول الكتاب المقدس في أمثال 14:15: الغبي يصدق كل كلمة. إذن الغبي، ومع احترامي، ليس هو شتيمة، وليس هو أنا بحكم على إنسان، ولكن الإنسان يحكم على نفسه عندما يصدق كل كلمة، عندما يصدق كل خبر، عندما يصدق كل إشاعة ويشترك في نشر هذه الإشاعة، تنطبق عليه هذه الآية: الغبي يصدق كل كلمة، إنما الذكي هو والذي ينتبه إلى خطواته، في أمثال 14:15. لذلك الأغبياء يرثون الحماقة، والأذكياء هم الذين يتوجون بالمعرفة، في أمثال 14:18. إذن الأمر متروك لك أيها الإنسان، الأمر متروك لك. ميز الأرواح كما يقول معلمنا يوحنا الرسول: كل روح لا يعترف بأن يسوع المسيح هو ابن الله، أي كل روح لا يعترف ويصدق الحق ويستخدم عقله في تمييز الحق، هو ليس من الله ولكن هو من الشيطان. ده علاج مبدئي لكل نفس. جاء أحد الأحباء وقال: يا ابونا بس في آية بتقول المحبة تصدق كل شيء. وده حيجد رد على هذه الآية أيضا: الغبي لا يصدق كل كلمة، ولكن المحبة، لأن المحبة
بتطلب ما لا نفسها، بتطلب ما هو لخلاص الآخرين. لكن الإنسان الذي يروج للإشاعة لا يسعى إلى خلاص الآخرين. الإنسان الذي يشترك في نشر الإشاعة يشترك في بلبلة الأفكار ويشترك في بلبلة الآخرين، إذن لا يسعى إلى خلاص الآخرين وإنما يسعى إلى إهلاك الآخرين. ده مجرد علاج في البداية إلى أن نستكمل هذه السلسلة بنعمة الله وإرشاد الروح القدس. لقائنا اليوم يا أحبائي مع الخطية الثالثة، وهي خطية النميمة. خطية النميمة مش محتاج إن أنا أتكلم عنها كثير، ولكن الكل يعرف، ولعل يعني الكلام العام بين البشر يبونا ما فيش حاجة مضيعاني غير لساني. والحقيقة ده كلام من الكتاب المقدس. الموت والحياة هو في يد اللسان. الموت، موت الإنسان أو حياته هو في لسانه. يقول السيد المسيح له المجد، أو يقول هذه الآية في أمثال 18:21: الموت والحياة في يد اللسان، وأحباؤه، أحباء اللسان، يأكلون ثمره. بالتالي إن كان لساني لسان ينطق بالحق، إنسان يسعى لسلام، إنسان يصنع سلام، إذن تأكل ثمرة السلام. ولكن إذا كان لساني ينشر الأكاذيب وينشر الإشاعات وينشر المخاصمات، فيأكل الإنسان ثمرة هذه المخاصمات. ويقول عنه الكتاب المقدس: صانع خصومات هو مكرهة للرب. إذن الإنسان بيحكم على نفسه أنه مكروه من الله بسبب الخصام اللي بيزرعه بسبب نشر هذه الإشاعات أو الشائعات. عشان كده أحبائي جاء كلام السيد المسيح له المجد: بكلامك، لأنه بكلامك تتبرر وبكلامك تدان، في متى 10:12-37. إيه هو اللسان؟ وليه هذه الخطورة؟ يقول معلمنا يعقوب الرسول في أصحاح 3:5-6: هكذا اللسان أيضا عضو صغير، هو عضو صغير ويفتخر متعظما، هو ذا نار قليلة، أي وقود تحرق. فاللسان نار، عالم الاسم. هكذا جعل في أعضائنا اللسان الذي يدنس الجسد كله ويضرم دائرة الكون ويضرم من جهنم. به نبارك الله وبه نلعن الناس. الموت والحياة في يد اللسان. يوم ما تبارك، يوم ما تصنع سلام، تأكل ثمرة هذا البركة. يوم ما تصنع خصام، تأكل ثمرة هذا الخصام، دمار وهلاك. عشان كده أحد الآباء قال: كل حاجة بنشتريها بنبص على الماركة بتاعتها، دي ميد ان انجلند، ودي ميد ان تشاينا، ودي ميد ان في الصين، ودي ميد ان مصر، ودي ميد ان سودان، وهكذا. اللسان الماركة بتاعته مصنوع من ايه؟ من جهنم، ويضرم من جهنم. إزاي يا ابونا؟ ده اللسان دي عضو مقدس بيتقدس في الميرون. يتقدس في الميرون. عشان كده لابد ان احنا نخلي بالنا في كل كلامنا. وان قلنا انه يتقدس بالميرون، اذا هناك بعد كده هو مصنوع من
فوق. إنما لو أنا استخدمت اللسان كما يقول الكتاب المقدس يضرم دائرة الكون، يزرع خصومات وانقسامات وحرب في الكون كله، يبقى إذن يصح ويليق إن احنا نسمي اللسان made in جهنم، مصنوع في جهنم. لذا هذه الدرجة اللسان صعب والنميمة صعبة. يقول كده في إنجيل معلمنا لوقا البشير أصحاح 19 وعدد 22، فقال له: من فمك أدينك أيها العبد الشرير، عرفت إني إنسان صارم آخذ ما لم أضع وأحصد ما لم أزرع. إنسان أخذ وزنة، طمر هذه الوزنة، اتكلم على صاحبه على سيده وقال أنه إنسان صارم. قال له: أنا أدينك من فمك أيها العبد الشرير والكسلان. تعالوا نشوف مع بعض يا أحبائي إيه موضوع النميمة. النميمة ببساطة ومسك السيرة هي عبارة عن سكينة بطعم بيها في ظهر الآخرين دون وجود ليهم في نفس المكان. أنا بمسك سكينة وبطعم فيها في الآخرين، بمعنى إن أنا بنقل كلام عن ناس أو عن أمور ليست حقيقية. وأكثر من ذلك إنه في النميمة أنا بزود كلام كمان من عندي، يعني كلام أكثر من أنا سمعته، وبالتالي تزداد الخطية إيه؟ خطيتين أو ثلاثة خطايا. من هنا جاء الكتاب المقدس وقال يا أحبائي في أمثال 10:19، أن كثرة الكلام لا تخلو من إيه؟ لا تخلو من معصية. والنميمة لو إحنا عارفين لغة عربية فصحى اللي هي مقصود بيها الثرثرة، اللي الناس عمرها ما بتبطل كلام طول الوقت وهي بتتكلم. إنسان ثرثار يعني ما عندوش ليميت، ما عندوش حدود إنه يعرف يسكت فيها، وبالتالي طول ما هو بيتكلم لا تخلو من معصية. هذه الكلمة لا تخلو من معصية، عندك فيها كذب، عندك فيها نميمة، عندك فيها حلفان بالهبل. كل جملة والله، كل جملة بالله، كل جملة عليك الله، وطول ما هو بتكلم والله 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 والله. كثرة الكلام لا تخلو من معصية. ويكمل الآية يقول كده: أما الضابط شفتيه فهو إنسان عاقل. الضابط شفتيه هو إنسان عاقل. إذا قلنا إنه أحياناً الكلام العادي لا يخلو من أخطاء ولا يخلو من معصية، فكم وكم كثرة الكلام اللي فيه أخطاء كثيرة. تعالوا نشوف يا أحبائي ما هي أخطاء اللسان، أو ما هي ما يصنعه الإنسان ويخطئ به في حق الإنسان، بل وأقول أنها أخطاء مميتة. هقول سريع وإنما هركز على كلام النميمة، لكن هحط أخطاء كثيرة للسان. ومن له أذنان للسمع فليسمع. وكل إنسان يفتش هو بيخطئ بلسانه بأنهي خطية من الخطايا المميتة دي. باللسان نقول كلام جارح، يقول عنه الكتاب المقدس: حنجرتهم قبر مفتوح ولسان بألسنتهم قد مكروا، صم الأصلال تحت ألسنتهم. كلام تجديف زي معلمنا بولس الرسول الذي كان مجدفا ومضطهدا ومفتريا. يعني الإنسان من خلال اللسان ممكن يجدف على روح الله الذي فيه. نمسك للموضوع بتاعنا السلسلة بتاعتنا. أول حاجة من اللسان فيه كلام كذب. وخلي بالك
ده غير الآيات اللي بتقول أنه لا كذابين يرثون ملكوت الله. يقول لك كده الكتاب المقدس عن حنانيا وسفيرة في أعمال 5:4، أليس يقول لهم معلمنا بطرس الرسول الحقل اللي انتوا بعتوه أليس وهو باق كان يبقى لك؟ ولما بيع ألم يكن في سلطانك؟ فما بالك وضعت في قلبك هذا الأمر؟ أنت لم تكذب على الناس بل على الله. الكذب بتاعتك أو الكذب بتاعنا يا أحبائي، إحنا لا نكذب على الناس، إحنا فاكرين إن إحنا بنكذب على الناس. عشان كده كل إنسان لابد أن يحكم ضميره أمام الله قبل أن ينطق بأي كلمة. أنت لا تكذب على الناس بل على الله. من اللسان أيضا في كلام رياء، نفاق، بكش، مع احترامي للكلمة لأيا كان الجنسية، لكن كلام منمق وكلام مغلف عشان فيه نفاق في الآخر. يعني ايه نفاق؟ يعني اللي أنا بقوله مش هو اللي أنا بحس بيه في قلبي، اللي أنا بشعر بيه لما أنا بقول لك الكلام ده يا حبيبي وما حبيبي، وأنا لا أشعر بهذه الكلمة ولا أحس بهذه الكلمة في قلبي. خلي بالك، اللسان يعطي كلام رياء. أيها الفريس الأعمى، نقي أولا داخل الكأس والصحفة لكي يكون خارجهما أيضا نقيا. موضوعنا، من اللسان هناك كلام نميمة في أمثال، في سفر يشوع ابن سيراخ عدد 19، إصحاح 19 وعدد 15. عاتب صديقك في بينك وبين صديقك في موقف، في حاجة، عاتب صديقك فإن النميمة كثيرة. بدل ما تسيب الأمر وبدل ما تتكلم بالأمر مع آخرين، وهو عمل وهي عملت، وهو ما يصحش يعمل كده وهي ما يصحش تعمل كده، وهو وهي والكلام ده كله، امشي عاتب صديقك. والكتاب المقدس يقول كده، عاتب لكي تربح أخاك. إنما حتسيب الموضوع وتتكلم بيه من وراء الشخص، أنت تسقط في نميمة وأنت تسقط الآخرين أيضا في نميمة وفي عثرة. ليه؟ لأنك أنت بتقول كلام من ناحيتك أنت، من منظورك أنت، من وجهة نظرك أنت، من حكمك أنت. إنما لو عرفت الحقيقة كاملة ممكن تغير رأيك تماما. عشان كده عاتب صديقك، اسمع ليه ووريه وجهة نظرك، وقول له يا فلان أنا أخطأت في حقك في حاجة، أنا زعلتك في حاجة، أنا سمعت عني حاجة. يقول لك لا، تقول له طب أنا لي عليك عتاب إن أنا سمعت كده، وإن ده هل ده حصل ولا ما حصلش، وأخذ وإدي معاه، مش تحاسبه إنما عاتبه لكي تربح أخاك، بدل ما يمشي تمشي وتتكلم من وراه. كلام اللسان كلام نميمة وخطأ، خطأ مميت أيضا. من أخطاء اللسان كلام إدانة، واللي تكلمنا عنها المرة اللي فات، لا تدينوا لكي لا تدانوا. كلام بطال يعني لا يبني ولكن يهدم، وكل كلمة بطالة يتكلم عنها الناس سوف يعطون حسابا عنها يوم الدين. وأخيرا كلام زور، يعني حتى الكلام فيه كلام غش، كلام زور. فقال له يسوع، أي وصايا؟ قال يسوع، لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، لا تشهد بالزور. وبالتالي أحبائي، احتاج الأمر مننا أن نقف وقفة صادقة أمام أنفسنا. إن كان اللسان بهذه الخطورة، وإن كان الأمر يقودنا إلى الهلاك ويقود الآخرين إلى الهلاك، ما هو العمل؟ ده أنا حوريك أخطر من الكلام ده
أن من يسمع خطورة الإشاعة اللي بيرددها الإنسان اللي فيها النميمة، أن من يسمعها ويرددها يرددها بأسلوبه وزي ما قلت بوجهة نظره عشان يفسر بها ما قد سمع، وبالتالي الخبر الصغير يصبح خبر إيه؟ كبير. عندكم فكرة عن حاجة اسمها، أنا مش عارف ليه سموها للصينيين Chinese Gospel، اللي هي النميمة بتاعت الصينيين، مش عارف ليه سموها أو نسبوها ليهم، مع أن كل الشعوب بتعمل هذا الأمر. ما علينا، إيه الحكاية؟ واحد حب خادم إن هو يقدم وسيلة إيضاح لخطورة الإشاعات وكيف تنتشر. جاب 6 أفراد كل واحد بينه وبين الثانية في مسافة كافية بحيث إنه ما يسمعش الخبر اللي حيتوصل. وجه هذا الخادم وكلم أول واحد، كلمه بخبر وقال له كلم فلان بالخبر ده. مشى كلم الشخص الثاني، بعد ما خلص كلم الشخص الثالث، وهكذا وصل الخبر إلى مين؟ إلى الشخص السادس. الخادم طلب من الشخص السادس، قال له ممكن تقول لنا الخبر اللي وصل ليك لو سمحت؟ قال له جدا. وجاء قال لهم الخبر. الستة أو الخمسة الأولانيين والخادم كل واحد عمل إيه؟ كل واحد بصل التاني كده. ليه؟ أنا ما قلتش الكلام ده كله، أنا قلت حاجة بسيطة، أنت زودت عليها ليه؟ والتاني زود عليها ليه؟ والتالت زود عليها ليه؟ لحد ما وصل السادس زود عليها. وضح أنه الكلام اللي اتقال، الخبر اللي قاله الخادم للشخص الأول والشخص السادس زاد بنسبة 70%. 70%. هل تتخيل هذا الأمر؟ إنه الخبر اللي أنت بتنشره ممكن يوصل لي آلاف وآلاف، والسبعين في المية تبقى 700. وبالتالي كان رد الخادم، قال لهم كده، كل واحد لو قارن بين ما سمعوا وما قالوا حتى وصل الخبر إلى الأخير بهذه الصورة، وكل واحد ما سمعه كل واحد كان فهم الآخر للخبر. أنا قلت خبر، الثاني فهمه بطريقة، فسره بطريقة، نقله بالطريقة بتاعته، وهكذا. لذلك يقول كاتب هذا المثل، يقول كده: إن أردنا أن نحارب الشائعات فأول وأسهل وسيلة أن نغلق عليها ولا نقولها فتموت الشائعات ولا تنتشر، لأن من يقولها ينشرها مزودة بمفهومه الخاص. إذن يا أحبائي، أنت توقع نفسك في خطورة، في خطية، أنت بتهلك نفسك في أمر أنت ملكش فيه كبير ولا صغير. سمعت خبر، إيه المحتاج أنك أنت تنشره؟ إيه اللي حتستفيد؟ هل هذا الخبر بيبني؟ كل الأشياء تحل لي، ولكن ليست كل الأشياء تبني. كل الأشياء تحل لي، ولكن لا يتسلط علي شيء. معلمنا داود النبي لخص هذا الأمر يا أحبائي في مزمور 41:5. قال إيه معلمنا داود النبي؟ قال كده: أعدائي أعدائي تقاولوا علي شرا. وكأن معلمنا داود النبي بيتنبأ عن الإشاعات اللي حينشرها الأعداء. طبعا الكلام ده نبوة عن مين؟ مش عن داود النبي، ده نبوة عن السيد المسيح. أعدائي تقاونوا علي شرا. تعالوا نشوف اللي اتقال على السيد المسيح. قالوا أنه سامري، قالوا أنه به شيطان ويخرج الشياطين بقوة الشيطان،
قالوا أنه مختل العقل أي مجنون، وبالتالي إنسان مجنون لا يحترم المجتمع، وبكده يكون عمله إيه على سيد المسيح؟ نهوا على السيد المسيح، عايزين يقضوا على السيد المسيح. من حيث الإنسانية بتاعته هو إنسان مجنون، ومن حيث الدين بتاعه هو سامري، ومن حيث المعجزات بتاعته به شيطان، وبالتالي ليس له مكان بيننا. نعمل ايه؟ اصلبه اصلبه، دمه علينا وعلى اولادنا دينيا واجتماعيا وانسانيا. انسان ايه؟ تحطم. هل كان السيد المسيح يا احبائي بهذه الصورة؟ المسيح من هو المسيح؟ هو عقل الله، فكيف يكون إنسان مجنون وبلا عقل؟ المسيح يهودي وليس سامري، فكيف يكون بالديانة بتاعته سامري؟ هو واضع الناموس، فكيف يكسر الناموس؟ هو قاهر الشيطان، فكيف يستخدم الشيطان بقوته عشان يخرج الشياطين أو يعمل معجزات؟ حقا إن أعدائي تقاولوا علي شرا. عارفين بقية المزمور يقول إيه؟ متى يموت ويباد اسمه؟ احذر يا أخي ويا أختي فيما أنت تنشر إشاعات، أنت تريد قضاء على نفس. والسيد المسيح قال كذا: من قال لأخيه يا أحمق يكون إيه؟ يكون مستوجب الحكم. أنت بتحكم على مين؟ ومن أنت أيها الإنسان يا من تحكم على آخر؟ عايز تقتل نفس؟ عايز تدمر نفس؟ عايز تشوه صورة نفس؟ متى يموت ويباد اسمه؟ ده كله ليه؟ عشان تشترك في نشر الإشاعات. القديس أغسطينوس يقول كده يا أحبائي: إن الإشاعات لا تسيء إلا لمن يقولها، لأنها تعلن ما في داخله. خلوا بالكم كلام الآباء مش كلامي. لأنها تعلن ما في داخل الإنسان. اللي اخترع الإشاعة أو اللي روج للإشاعة أو اللي نشر للإشاعة، تعلن أن ما في داخله من حقد وكراهية، وسياقة الحديث يظهر كذبه وخداعه، والنتيجة تعلن رغبته في التخلص من الشخص الذي تستخدم الإشاعات ضدهم. عشان كده يقول القديس ماري أفرام السرياني: لا تكونوا في الخصومة أقوياء، في النميمة في نشر الإشاعات والخصومات، لا تكونوا أقوياء وفي الترانيم ضعفاء. لسانك ده اللي تستخدمه لخصومة وأشاعات، استخدمه، درب لسانك على الترانيم فتكون تسبح الله دون أن تنشر خصومات. القديس مقاريوس الكبير يقول: احفظوا ذواتكم من كلام النميمة الوقيعة لكي تكون قلوبكم طاهرة، لأن الأذن إذا سمعت الحديث النجس لا يمكن أن تحفظ طهارة القلب بدون دنس. القديس مكاريوس الكبير. أخيرا القديس الأنبا أنطونيوس، القديس يوحنا سابا الشيخ الروحاني يقول كده: يا من يشتاق إلى الطهارة التي فيها يرى رب الكل، لا تتحدث ولا تسمع كلام النميمة على إخوتك، وإن كان عندك خصومة أو كلام غضب سد أذنيك وفر من هناك، لكي ما لا تموت، لا ما لا تموت نفسك من الحياة، ما لا تموت نفسك من الحياة. هختم بقصتين، قصة حقيقية من الكتاب المقدس وقصة واقعية من التاريخ. أول من استخدم هذه الخطية وأول من عمل هذه النميمة
في الكتاب المقدس هو مين؟ هو الشيطان. الشيطان استخدم الحية وتكلم بلسانه واستفرد بحواء وابتدى ان هو يحاورها. واول سؤال سأله الشيطان بخبث ومكر وخداع: أحقا قال لكم الله لا تأكلوا من كل شجرة الجنة؟ خبيث ومكار. هو ربنا قال كده؟ حواء قالت له لا، ربنا قال لنا أكلوا من كل ما عدا الشجرة دي. ليه يا حواء ما سألتيش نفسك ليه؟ وده كلام النميمة على فكرة. يعني لو راجعنا أنفسنا إحنا بنعمل كده. طب أنت الكلام ده بيعني لك إيه؟ طب أنت ما فكرت في الكلام ده؟ الشخص ده بيقصد إيه؟ وفلانة دي بتقصد إيه؟ خبص عشان عايز يوصل لهدف معين، عشان عايز ينشر الفكر بتاعه. قال إلا الشجرة دي. قال لها ليه الشجرة دي؟ يوم أن نأكل من هذه الشجرة موتا نموت. قال الشيطان لحواء إيه؟ لن تموتا. الله، أنت هتعارض كلام ربنا كمان؟ هتغير كلام الله؟ لن تموتا، أنا عارف. طب ليه بتقول كده؟ عارف؟ لا عارفة ليه حواء؟ عشان الله عارف انكم لو اكلتوا من هذه الشجرة ستكونوا عارفين الخير والشر مثل الله. دخلهم حتة ايه؟ تكونوا زي مين؟ زي ربنا. والانسان يحب دايما ايه؟ النفخة الكذابة. الانسان يحب دايما ايه؟ انه يكبروا له راسه. تكون مثل الله. انت ما فيش واحد هيكون عمل العمل ده زيك. والنتيجة ايه؟ وده حواء سمعت الكلام. طب ايه المشكلة؟ يعني ايه المشكلة لما نكون عارفين الخير والشر زي الله؟ كلام دخل في ايه؟ في مزاج حواء، وبالتالي انفتحت عينه لأن سمعت لكلام الشيطان ورفضت كلام الله. النتيجة كانت عينها مالها انفتحت ولقت الثمرة ايه؟ شهية للنظر وبهجة للعيون. ومش تكتفي بكده وبس، تاخد الثمرة وتاخد ايه؟ خد يا آدم. لا، الله قال يوم أن نأكل من هذه الشجرة موتا نموت. قالت له مش هنموت، لكن حنكون مثل الله، عارفين الخير والشر مثل الله. وأكل آدم. وماذا كانت النتيجة يا أحبائي؟ كانت النتيجة سقوط آدم وحواء وطردهما من الفردوس، ودخل الموت إلى العالم بإيه؟ بحسد إبليس، وبالتالي انفصلا عن الله. وبكده نلاقي أن المؤامرة بدأت بالشيطان، انتقلت إلى الحية، من الحية إلى الحواء، من حواء إلى آدم. وكانت الوسيلة فيها هي الإشاعة، إن الكلام مش صحيح يا حواء، إنكم مش هتموتوا، إنكم هتكونوا مثل الله. والنتيجة كانت إيه؟ كذب وخداع والنميمة، وبالتالي ضياع كل الكل. الحية حكم عليها أن نسل المرأة يسحق رأس الحية. أنت يا آدم بعرق جبينك تأكل خبزك، أنت يا حواء بالألم تحبلين وتلدين. والنتيجة إيه؟ ينطردوا بر الفردوس أو بر الجنة. هتستفيد إيه؟ ماذا تجني أيها الإنسان؟ ماذا تجني يا من تنشر هذه الإشاعات؟ وبدل ما يكون اللسان استخدامه سلبي قاتل مميت، يريد إن هو يكون باني ويكون مخلص لآخرين. هناك قصة اسمها الجسر. قصة دي بتقول كان في أخوين كانوا حلوين جدا مع بعض، كانوا عايشين في محبة وتوافق.
يزرعوا مع بعض، يحصدوا مع بعض، كل شيء كان مشترك بينهم. دخل عدو الخير بيناتهم، الشيطان ما فيش غيره. حصلت مشكلة كبيرة بيناتهم وخلاف كبير. ابتدى الخلاف بإيه؟ سوء تفاهم، بس سوء فهم. لكن شوية شوية كبرت الفجوة والنتيجة احتد النقاش لحد ما وصل الأمر إلى أسابيع وشهور. طب وبعدين؟ في يوم من الأيام جاء واحد خبط على باب الأخ الكبير، وكان واحد من العمال. قال له: أنا ببحث عن عمل، عندك عمل لي في المزرعة بتاعتك؟ الأخ الكبير على طول فكر في أقول في مؤامرة. قال له: أيوة عندي عمل. قال له: إيه؟ قال له: تعال، عارف كوم الحجارة دي؟ الناحية الثانية من الترعة أخوي ساكن هناك، وأخوي بصراحة جرحني، أخوي أساء لي، أخوي غلط فيا، وبالتالي أنا انقطعت الصلة بيني وبينه. أنا عايزك تاخد الحجارة دي وتبني حيط، سور بيني وبين أخوي، مش عايز إن أنا أتكلم معاه للأبد. وأكتر من كده، موضوع التجارة والمحاصيل والزراعة اللي بنتبادل بيها، أنا بصراحة أنا عايز أنتقم منه. يا لهذه الدرجة يوصل الخبث والمكر أو الخصام في الأول، يوصل إلى هذه الدرجة. قال له: عايزك تبني لي سور عالي، مش عايز إن أنا أشوفه مرة تانية. العامل فهم الوضع أو الفكرة، وأخذ كل الأدوات بتاعته، وقال له: اديني شهر أو شهرين كده هتلاقي السور بتاعك جام. وفعلا ابتدى ان هو يعمل ويعمل اسبوع ورا الثاني، الى ان انهى العمل وقال للاخ الكبير: تعال شوف ماذا كانت النتيجه. ماذا نتوقع يا احبائي؟ تفتكروا عمل ايه العامل ده؟ بدل من ان ينشئ سور يفصل بين الاخوين، بنى جسر يوصل بين الأخوين. بدل ما يبني سور ويصنع خصام، بنى جسر عشان يوصل ويصالح الأخوين مع بعض. في اللحظة دي طلع الابن الأخ الصغير، طلع من بيته، بص لقى في ايه؟ لقى في جسر. قال: يا شوف أخوي بيحبني إزاي، أخوي مش عايز يقطع الصلة بينه وبينه، عمل جسر عشان يصالحنا، عشان يكون العلاقة متواصلة بينه وبينه، بالرغم من كل الحاجات اللي إيه اللي حصلت مني. طب أنت كنت فين قبل كده؟ طب ليه ما رجحت نفسك قبل كده؟ أصل لما شاف أو فهم، افتكر أنه أخوه عمل كده، رجع إلى نفسه وعرف أنه هو إيه في غلط حصل منه، بالرغم من كل ما حصل مني، ولكن أخوي هو اللي بادر وهو العمل الجسر، إني حقا فخور بيك. مشى لأخوه وقال له: سامحني، أنا فعلا حقا فخور بيك. وبينما الأخوان يحتفلان بالصلح، أخذ العامل العدة بتاعتهم وقال لهم كده: إيه، أشوف وشكم بخير. الأخ الصغير، الأخ الكبير آسف، قال للأخوه الصغير: أنا للأسف كانت نيتي وحشة، أنا كنت عايز أبني سور، ولكن العامل ده هو اللي عمل الجسر ده، هو اللي يشكر، هو اللي كتر خيره، صانع السلام. عشان كده المفروض إن إحنا نحتفظ بهذا العامل. العامل قال لهم: أشوف وشكم بخير. قالوا له: لا، مش هتتحرك من هنا. قال لهم: لا، لي عمل آخر. قالوا له: ماشي فين؟ قال لهم كده: كنت أود البقاء هنا معكم للعمل معكما، ولكنني ذاهب لبناء جسور أخرى. قصة أو هدف هذه القصة: هل نحن بنائين لجسور، أم نحن هدامين
وصانعي خصومات أحبائي. فلنكن بنائين لجسور بين الناس، طوبى لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون، ولا نبني أسوارا نفرق بين الناس وبعضهما. فلنكن من الرجال والنساء الذين يعملون للسلام وللوحدة بين الناس، ولا نكون نشترك في كلام النميمة والإشاعة، وبالتالي نأخذ بركة الله في كل جسر وفي كل سلام نصنعه ما بيننا وما بين الآخرين وما بين الآخرين وبعضهم. الله يبارك هذه الكلمات ويعطينا هذه الآية التي قال عنها معلمنا داود النبي: ضع يا رب حافظا لفمي وبابا حصينا لشفتي. ضع يا رب حافظا لفمي وبابا حصينا لشفتي. ارفع قلبك النهاردة، قل له يا رب فمي تقدس بزيت الميرون بحلول روحك القدوس، لا تسمح أن يكون لساني أو فمي هو صانع خصومات، ولا يشترك في إشاعات ولا في كذب ولا في إدانة ولا في نميمة ولا في كلام باطل، بل احفظ لساني لا للعنة ولكن للبركة، ليبارك الله في هذه الكلمات وتكون سبب بركة وخلاص لكل من يسمع لهذه الرسالة. فنمجد الله ونسبح اسمه القدوس ونبارك أيضا الناس بهذا اللسان، ولا نكون مجدفين لله بل صانعين مشيئته وإرادته. طوبى لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون. لإلهنا كل المجد والكرام والسجود من الآن وإلى الأبد، آمين.